أشكرك من كل القلب لأجل فرصة وجودنا في محضرك. شاكرينك لأنك أنت نبع الحياة، أرسلت ابنك لخلاصنا، أرسلت الحياة الخبز الله الحي النازل من السماء الواهب حياة معنا. جايين ممنونين شاكرين فضلك رب، أنت صانع الأمناء والقديسين، أنت هو الرب وحدك، أنت هو العلي. جايين نعليك للخروف وللجالس على العرش، المجد والعز والبركة والسلطان والجبروت والبهاء والجلال والعظمة والقدرة والقوة والغنى والحكمة. جايين نعلن حضور الملك ربنا يسوع، مدام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته، أمور حقيقية في الوسط في حضورك. خذ مجدك ومكانتك ومركزك وعلى سلطانك باسم ربنا يسوع. تسبيحات فيها يا رب نشبع قلبك، نسر نفسك، وأيضا فيها نفرح إذ نرى الرب. نريد حضورك وملكوتك يمتد في هذه الكنيسة وفي تورونتو وإلى أقصى الأرض. روح يعمل وكلمة الله لا تحد. أشكرك أشكرك لأنك معنا، مركزين أنظارنا عليك وعلى عملك وعلى طرقك على أفكارك على ماذا تريد أن تصنع في وسط الكنيسة في هذا المساء والأيام المقبلة. المس كل نفس بحسب يا رب احتياجها، تعامل مع كل ضعف، لاشي كل ضعف، استر كل عيب، تغاضى عن كل جهل، وتعالى في وسط الكنيسة. اعلن إيمانك معي، كل الموجود في الكنيسة برفع اليد اعلن إيمانك، وكل بيشاهدونا على قناة الكرمة الآن ارفع ايدك اعلان ايمان. حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة باسم الرب يسوع هناك يكون في الوسط، ونحن نجتمع الان على اسم وفي اسم الرب يسوع. الرب في الوسط، المعلم والملك والسيد قد حضر. جاي من عليك عيوننا نحوك، طالبين مجدك وامتداد ملكوتك. خذ المجد في اسم ربنا يسوع، في اسم ربنا يسوع. امين. مره تاني بنرحب فيكم باسم الرب يسوع في كنيسه انهار الحياه، وجايين فرحانين. الرب سيصنع في وسطنا مفتخرا مفتخرا. انت طلبه وحيده، بعد انه تقفل التليفون تبعك من فضلك، عندي طلبة وحيدة ان عينيك تكون على الرب. ايام اخيرة نود فيها ان نكرم الرب، نعبد الرب ونرى الرب في وسطنا. امن انك ستأخذ بركة وانت تبتك العلي. الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل. الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل. أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، لا شيء يشغلنا عنك. صالحون للكل،
ارحمهم على كل اعمالك. انت صالح، انت صالح تسبيحاتنا، أعظم من كل إكرام يا رب لشخصك.
أشكرك لأنك في العلا أقدر، تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. أنت الرب المتسلط في مملكة الناس، آلهة الشعوب أصنام أوثان شياطين مثلها يكون صنعوها، أما الرب إله فهو إله السماء والأرض صانع الكل بكلمته، الإله الحي القادر على كل شيء المبارك على الكل الذي يأتي من فوق وفوق الجميع، المكلل بالمجد والكرامة الذي تخضع له كل الشعوب والأمم وكل القبائل، وتسجد باسمه كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. رب الإله كرامة ومجد لك، كرامة ومجد لك، كرامة ومجد لك في وسط الكنيسة. هاليلويا 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 هاليلويا. انتظارا انتظرت فماذا وسمع الصراخ اصعدني من جب الهنا.
الرعب والأمان. اطلق العنان وقلبك رنم للرب، رنم للرب، يعلن حضوره في الوسط، تكسر كل الأرواح، كل القيود، ويعلن وحده ملك علينا. Let me tell you.
الروح الله أيد الرب أعلى سلطان الرب والأمنيات رفع الرايات رايات النصرة دي حقا الرب في المكان تسليم حروبنا منتصرين والأمنيات رفع الرايات رايات النصرة دي القوة والسلطان ليك بالفلاح والألحان وبروحك نرفع أمغان اسمك يا ده كل مكان ليك القوة والسلطان ليك بالفلاح كل الألحان الذي أحبني بارك الرب بالهتافات والتسبيحات تخدم حروبنا منتصرين والأمنيات رفع الرايات رايات النصرة بالجنبين بالهتافات تخدم حروبنا منتصرين والأمنيات رفع الرايات النصرة بقلبي نرفع اسمك يا ابن الله كان سلطانك لينا حياة تحت اسمك كل جبال تسليحك من كل شفاء نرفع اسمك يا ابن الله كان سلطانك لينا حياة وحنا
انت المصدر، انت مصدر الفرح، انت ينبوع الحياة. افطر الحياة والبركة لتحيا لتبارك. انت البركة، انت البركة، انت الحياة لنا. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. يا لعز نبيك، يا لهنا نبيك، نرفع نعليك نكرمك نعطيك كل المجد. يلي مت بدالي شايل كل احمالي في السما بتشفع فيا. عمري ضاع واشتريته، قلبي تاه ولقيته، وفتحت لعنيا. يلي مت بدالي وشايل كل احمالي في السما تشفع فيا. وشاريته قلبته ولقيته، وفتحت لعنيا. يا إلهي أنا قلبي يصدق، يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك، يا حبل مذبوح عليك. يا إلهي أنا قلبي يصدق، يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك، يا حبل مذبوح. أعطنا كل الناس، كل الناس بيك علامة سلطانك، بيحضر بيك القوة، من البشر أبرع جمال العميدان بتتغير. بيك المسك والكرامة والبهاء، بيك علامة سلطانك، بيحضر بيك القوة والجمال، البشر أبرع جمال العميدان تغير. يا إله أنا قلبي يسرق ليك، يا إله أنا قلبي يخضع ليك، يا حمل مذبوح عليك. يا إله أنا قلبي يسرق ليك، يا إله أنا قلبي يخضع ليك، يا حمل مذبوح. ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا يا عاشق. وهنفضل نغني لك وهنعيد بمجيئك، نرفع راية إنجيلك يا عجيب. ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا يا عجيب. وهنفضل نغني لك وهنعيد بمجيئك، نرفع راية يا عجيب يا عجيب. يا مشير يا إله يا قدير يا أبد أبدي يا رئيس السلام. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبد أبدي يا رئيس السلام. الله المتجسد والمسيح المتنشد، والخليقة بتردد يا عاشق. انت مشتهى النوبان، فيك الامن والنعم، فيك الحب والنغم يا عاشق. انت الله المتجسد والمسيح المتنشد، والخليقة بتردد يا عاشق. انت مشتهى النوبان، فيك الامن والنعم، فيك الحب والنغم يا عزيز. يا عزيز يا مشير يا اله يا قدير، قول معانا. يا عزيز يا مشير يا اله يا قدير يا ادم ابدي يا رئيس السلام. يا عزيز يا مشير يا اله يا يا رئيس السلام.
سيد الأسياد بنحتفل بفدينا الحي من الأموات يا مسيحنا يسوع إلينا حي يا مالكنا يا إلهنا مالك سيد لما عينينا تشوفك لما عينينا تشوفك لما حياتنا ضيف يا مفتح العيون يا صانع الآيات في أرضنا بتشهد لك السماء يا مالكنا لما عيوننا تشوفك لما عينينا تشوفك لما عينينا تشوفك يا غارس السماوات الصانع يا غارس السماوات ومهدي نوم حور بتفك أسر شعبك شعبك وتخرجوا للنور يا مسيحنا يسوع إلهنا حي يا لما عينينا تشوفك يا غالب الأعداء يا غالب الأعداء بمجد وبسلطان قوة قيامتك فينا بنعيش بالإيمان يا مسيحنا يسوع إلينا حي حي لما عينينا تشوفك لما عينينا تشوفك تملى حياتنا ضيق تملى حياتنا ضيق ينور الرب كل قلب ينور الرب كل قلب هو نور العالم هو نور العالم هاللويا جايين من عليك ومن باركك انت النور الحقيقي نور الله انت النور والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه اشكرك اشكرك لانك تنور ظلام هذا العالم ولا سيما في وسطنا في هذا المساء اكشف عن عينينا لكي نرى عجائب من شريعتك اكشف عن عينينا لكي نراك ترتفع في وسطنا وتجذب إليك الجميع خذ مكانتك ومجدك الآن سيد الرب كل آلة صور ضد هذا الاجتماع لا تنجح باسم الرب يسوع الحي وكل لسان وشكاية تقوم علينا في القضاء الآن نحكم عليها وكل أنشطة شيطانية محبوسة في يد الرب الآن كل أنشطة شيطانية الآن تباد تبطل كل تأثيراتها وكل سهامها الملتهب تغمد في صدرها باسم الرب يسوع وبقوة الدم ونعلن قوة الدم الكريم في وسطنا الآن ونعلن أن الرب قد تعظم هاليلويا 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 أمين أمين فضل أحبائي يدك المثقوبة ربي تسبيني نسمع الترنيمة وبعدين الرب يفتح أذهاننا وأذاننا لنسمع كلمة الله الحية أيام قليلة نعيش على الأرض أحبائي قبل أن يأتي الرب وينهي هذا المشهد يطوي الصفحة هل مستعد للقاء إلهك؟ هل عينيك عليه؟ مش جايين نلعب كنيسة جايين نشوف الرب رأس الكنيسة
وعمل الروح الصالح في وسطنا. جاي نعطي الرب كل المجد. وانا بختم في الترنيم، من فضلك اعطي انتباه احرى، من فضلك اعطي ذهنك وادنيك اصغي لما يقوله الرب لشخصك. يدك المثقوبة ربي تسقيني، تشعل فيي أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. يدك المثقوبة ربي تسقيني، تشعل فيي أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني، وخلاصي من الموت لسبب أنك ضحيت كيما تنجيني. لم يدنك موت أو ألم، كنت مشغولا بأنيني، لم يرهبك هول العار، مجروح حتى تشفيني. كنت مشغولا بأنيني، لم يرهبك هول العار، جروح حتى تشفيني. تشعل في أشواق وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. يدك المثقوبة ربي تسقيني، تشعل فيا أشواق حنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. لم يرضك أن أبقى حزينا، أحببتني ربي قبل التكوين، أتبعك ربي ومسيحي، أنت معتقدي وديني، أعشقك أنت ويديك، بك ربي حبيني. أتبعك ربي ومسيحي، أنت معتقدي وديني، أعشقك أنت ويديك، في كفك ربي موت أو ألم.
اسعفنا، اطلق نفوس في وسطنا، حرر بالمسح حضورك لشاعرين فيه ومتأكدين منه. أيدنا وأيد الكلام بآيات تابعة. مجد فتاك القدوس أبانا الصالح في اسم الرب يسوع. نباركك ونعظمك ونشكرك ونعطيك كل المجد. أنا فرحان جداً موجود في تورونتو، يمكن بدون يعني أي مزايدة واحدة من أكثر الأماكن حباً على قلبي في العالم كله هي تورونتو. بقول كده وأنا عارف إن على شاشات التلفزيون، وعلشان كده بقول الصدق، لأنه فعلاً الأرض بتاعتكم دي اتزرعت من زمان. يعني لما قريت مثلاً لأوزالد سميث وغيره، في ناس كتير صلوا لأجل البلد دي، وعلشان كده العمل المسيحي الحقيقي موجود في تورونتو، حتى مع الجالية المتكلمة بالعربية بشكل استثنائي بنلف في العالم. بس بشكر رب يسوع لأجل الإخوة والأخوات في تورونتو في مختلف الكنائس العربية، سواء أرثوذكس أو كاثوليك أو إنجليين بمختلفهم، في قديسين وقديسات بيحبوا الرب في البلد دي، وعشان كده العمل هنا عظيم. ده طبعا يعني كمان أقول زاد أكتر مع وجود العراقيين. طبعا معلش يعني أنا مش قصدي أضايق أي ناس من جنسية تاني، بس في ناس بتزعل، لكن أنا بقول اللي في قلبي بصراحة. احنا بنخدم من سنين هنا في تورونتو، كل ما تيجي جالية عراقية أكتر كل ما الدنيا تسخن، كلش 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 تسخن والحكاية تحلق بجد. فأنا بشكر رب. احنا لسه راجعين من استراليا يمكن من أقل من شهر، وأيضا وجود كم كبير من العراقيين في استراليا غير الخريطة الروحية في العمل العربي. كنت بشارك مع الأسيس شمعنا لأني ضغطوا كتير في خلال 20 سنة الأخيرة أكتر، فالرب اداهم فرصة وهم عدد كبير منهم قبلوا الرب. حد من الجالية السورية موجود هنا، امين. بنصلي كمان ان الدور الجاي على سوريا، امين. الدور الجاي على ان هيكون في عمل عظيم بين السوريين في العالم كله. قبل ما نسمع كلمة الله، اطلب من اخويا زياد ترنيمة بتقول جماله الباهي سبى العيون، عريس مبارك. صعبة؟ في صعب لا ازاي الجماعة جانب دول. خلينا نفرح بجمال الرب في الترنيمة. ترنيمة قديمة كتب أخ بسيط من صعيد مصر، بس بتعبر لك عن الأفراح والتمتع بجمال المسيح. هو راجل صعيدي فطلب ترنيمة. الشهد يقطر من شفتيك وجلال الملك باين عليك، باين عليك، باين عليك، وجلال الملك باين عليك. رجليه تشبه نحاس مسبوك،
اكتب على ثوب وعلى فخذ ملك الملوك ملك الملوك ملك الملوك مكتوب على ثوب وعلى فخذ ملك الملوك وشعره أستاذينكم احنا وقفين نقرأ كلمة الله. هنقرأ بعض الآيات من إنجيل بحسب البشير لوقا في العهد الجديد إنجيل لوقا وصحاح 4 من عدد 16. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إنجيل لوقا وصحاح 4 وعدد 16. وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ فدفع إليه سفر أشعياء النبي. ياريت نقرأ مع بعض القراية موجودة على الشاشة. فدفع إليه، اقروا معايا، طوبى لمن يقرأ أقوال نبوة هذا الكلام، يعني الكتاب، يعني القراءة ليها تطويبة، فاقروا معايا. فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر،
وأرسل المنصحقين إلى الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم إنه اليوم قد تم المكتوب فيما سمعكم. وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه. عدد 29. فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل، أما هو فجاز في وسطهم ومضى. ثم جناب الأسيس جرجس يجي علشان يطلب بركة الرب على شعبه وعلى كل المشاهدين في كل العالم، سواء على النت أو على الكرمة، وعلينا أن الرب يتكلم إلينا كلام حقيقي في هذه الليلة. الرب يعمل فينا بجد. نشكرك يا رب لأنه هو زي ما أحلى وما أجمل أن يجتمع الإخوة معا. أنت قلت يا رب كده وعدك أنه يا رب حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسم الرب يسوع. أشكرك من أجل حضورك في وسطنا أيها الرب. نعم تعال يا رب وأمرنا أي شخص حاضر يتلامس مع حضورك. يا رب احنا عايزينك أنت وحدك، أنت وحدك يا رب كده اللي تتمجد في عينينا، نشوفك بمجدك وجلالك. عشان كده يا رب نشكرك لأنه مكتوب أرسل كلمته فشفاهم. ارسل كلمتك النهاردة يا رب، تعال يا رب هيمن على عبدك واعطيه كلام عند افتتاح الفم. يا رب نشكرك من أجل المكتوب أرسل كلمته فشفاهم. ارسل كلمة من عندك، احنا محتاجين كلمة من عندك يا رب تشفي قلوبنا. تعال يا رب وغير حياتنا، تعال وإلمس كل مشاهد يا رب، إلمس كل شخص حاضر الآن في هذا المكان وفي القاعة الخارجية في كل مكان باسم الرب يسوع. روحك يا رب يلمس كل قلب، ونعلن إيماننا أننا مش هنخرج من هذا المكان زي ما أتينا، لكن لمسة بتغيير حقيقية، لأنك أنت وحدك اللي بتشفي منكسر القلوب، أنت اللي بتحرر المقيدين، أنت اللي بتفتح كل سجن مهما كان هذا السجن. النهاردة باسم يسوع يرفع كل أكاذيب العدو أنه الواقع اللي احنا عايشين فيه مش هيتغير ومفيش حاجة بتتغير، لكن أنت تيجي وتقتحم السجون وتغير وتنقذ، لأن أنت اسمك المخلص. نشكرك لأنك أنت المخلص يا رب، تيجي وتخلص كل واحد في اسم يسوع المسيح بنطلب. آمين آمين آمين. اتفضلوا مكانكم. مرة تاني بنشكر رب من كل القلب على وجوده الواضح في وسطنا في هذه الليلة. بشكر رب أيضا لأجل كل إخواتي المشاهدين في قناة الكرمة. بشكر رب بشكل خاص لأجل هذه القناة اللي بتنقل كلمة الله من أماكن كثيرة. كنا في مصر وكانت تنقل لنا من مصر من أكتر من مكان، وفي استراليا، في هنا في كندا. بشكر رب لأجل أخويا صامول الصفانوس وأختي منى اللي بنصلي لأجلها أن الرب يتمم الشفاء. أمين. هنصلي لأجل أختنا منى الرب يعمل المعجزة معاها ويكمل شفائها في اسم الرب يسوع. كنا في زيارة ليها وكانت تمجد المسيح في كل كلمة في الزيارة، واثقين أن الإله يقدر يتنازل إليها بإتمام الشفاء. كمان بشكر الرب لأجل الإخوة هنا في هذه الكنيسة اللي أنا يعني في دروس جميلة هم لما طلبوش مني، بس لاحظت مثلا أن كل إخوة الكنيسة بيركنوا بعيد ويجوا ماشي في التلج علشان الضيوف يركنوا جوه المبنى. فأنا عايز أحييهم بصراحة لأن ده كلام جميل. أدي الكنيسة الحقيقية، يعني بيركنوا بعيد وما بيدخلوش القاعة علشان يدوا مكان للضيوف. فأنا بشكر رب لأجل الناس دي اللي بتحب النفوس وبتضحي لأجلها. الفرصة بتاعتنا الدعوة كان مكتوب عليها حرية، وأنا بنعمة الرب يعني وضع الرب على قلبي أن كلامي خلال أيام دي كلها يكون عن الحرية. أمين. وما أحلى الحرية في المسيح، بس الحرية الحقيقية. وضع الرب على قلبي النهاردة أتكلم كلمة عن أول وعظة وعظها المسيح في المدينة اللي تربى فيها، اللي هي الناصرة. دخل الرب مدينة الناصرة اللي تربى فيها، وزي ما مكتوب ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه. ادوله السفر عهد القديم، فتح
لأنه هو حافظ. المسيح هو الله الظاهر في الجسد. كإنسان كان حافظ المكتوب، فتح المكتوب لأنه مكتوب عن المسيح شريعتك في وسط أحشاء دي، النبوة تمام عليه هو. فتح على أشعياء 61 الآيات اللي بتقول روح السيد الرب علي لأنه مسحني أرسلني لأبشر المساكين، لأنادي المأسورين بالإطلاق والعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين إلى الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. طبعا في أشعياء في عبارة بعد كده اللي هي وبيوم انتقام لإلهنا ما أرهاش أقصد، وطوى السفر ولهم الكلام ده تم، كلام المكتوب ده الآن تم فيما سمعكم. وكانت جميع العيون شاخصة إليه. زمان لما كنت صغير في السن كان متهيئ لأنهم بيبصوا على جماله، زي ما رنم لنا زياد جماله البهي سبى القلوب، لكن كانت عيونهم شاخصة إليه غدرا واحتقارا للأسف الشديد. وقالوا ده ابن يوسف، إيه الكلام اللي بيقوله ده؟ منين ليه سلطان؟ فالرب بدأ يكلمهم، قال لهم على فكرة في العهد القديم كان في ناس كتيرة مرضى بالبرص ولم يطهر ولا يهودي، لكن طهر واحد أممي اسمه سمعان، اسمه نعمان السورياني. وكان في أرامل كتيرة أيام إيليا، وإيليا ما راحش ولا الواحدة يهودية، راح الواحدة أممية اللي هي أرملة صرفة صيدا. فاتغازوا جدا واتضايقوا قوي، وأخدوه على حافة الجبل علشان يرموه من الجبل، أما هو فمضى واجتاز في وسطهم. عايز أتكلم في ثلاث كلمات، عايز أتكلم كلمة عن الرب والنعمة بتاعته اللي متجهة لينا إحنا بالذات المسيحيين. هو راح بلده وإحنا مسيحيين، أغلب الحاضرين مسيحيين، وكم يحزن القلب حينما يعني إحنا كأني بلديات المسيح مسيحيين، ولكن بلدياته احتقروه ورفضوه، لكن ظهر ليهم النعمة بتاعته. عايز أتكلم كلمة عن الرب ونعمته، لكن عايز أركز أكتر، ما أعرفش يعني باختصار طبعا، لأنه عايز أتكلم كلمة عن المسحة. جه للمسيح، وده سؤال في ألفا كورس اللي أعلن عنه في كلام كتير، وأتمنى أن أغلبنا نشارك في هذا الكورس الجميل، بس أنا أتكلم من الكلام اللي هو قاله عن نفسه، ثم أختم كلامي بالرب ورفضه ورد فعل الوعظة. وعلى فكرة الوعظة، أي وعظة، مش تأثيرها وانت في الاجتماع دلوقتي، لكن عند الباب برا، ما هو تجاوبك مع كلمة الله؟ كنا في خدمة الطبيب العظيم كان من 7 سنين هنا في تورونتو، وكان شاب عراقي حاضر، قال لي انه كان بعيد كل البعد عن الرب، وكنا نوعظ عن فلك نوح في اليوم ده، وبعدين قال لي ان انا خرجت من الوعظة ولا حسيت ان كان ولا سيما، قال لي انك انت بتصرخ وتزعق، واللي هو في بعض العراقيين بيتضايقوا جدا من الوعظ اللي بيزعق، انا شوف هادي خالص لغاية دلوقتي. فالمهم قال لي كنت بتصرخ، قال وانا سائل عربية وراجع. الكلام الانجيل اللي سمعته عن ايام نوح بدأ يحصرني، ولقيت نفسي تحت تبكيت شديد ان انا برا الفلك، ولو انتهت حياتي هتروح جهنم. فقال لي انا ما ركعتش مع الناس اللي ركعوا، كنا بنوجه دعوة، ولكن ركنت بالعربية تحت شجرة وسلمت قلبي للرب يسوع. كان هذا الاخ اشكر رب يسوع نيوكلاس، لعيلة كبيرة دلوقتي ملك المسيح في تورونتو، كان هو اول باكورة لقبول عائلة كبيرة للمسيح، وبدأت التأثيرات بعد ما سمع الوعظة ومشي. فاللي أنا عايز أقوله إن كويس هنا تصلي، بس الأهم ما هي تأثير كلمة الله. كلمة الله بالنسبة النعمة بتاعت المسيح، النقطة الأولى إن الرب يسوع أولا قصد يروح بلده. على فكرة المسيح الحقيقي وطني للغاية، أمين. أنتوا ككنديا لازم تحبوا بلدكم، صح ولا مش صح؟ وأنا كمصري بحب مصر، وبنصلي لأجل بلادنا، وأنا بشكر رب لأجل يعني
كل ناس في الشرق الأوسط بشكل خاص بيصلوا لأجل ما يحدث هناك. عايزين يا جماعة ترفعوا صلوات لأجل سوريا، قول أمين. أنا عارف إن المسرح بيتهيأ لمجيء الرب التاني، أنا عارف، بس في ناس تعبانة جدا، في ناس في يعني بيتصلوا بيا إخوة في لبنان أو من تركيا أو من العراق على الحدود. اتصل بيا أخ حبيب من كام يوم بيبكي، شخصية قوية جدا، بيبكي زي الطفل، بيقول لي في طفل في البرد في التلج بيموت قدامي وانا شايله ومحدش عارف يعمله حاجة، وفجأة مات الولد، ولد سوري طفل، فكان منهار جدا. احنا بنصلي ان الرب يجي بسلامه على بلادنا، قول امين. الرب يسوع ذهب الى وطنه الى الناصرة وبدأ خدمته في الناصرة بهذه العظة الجميلة اللي بتتكلم عن المسحة. بعدين يقول الكتاب دخل المجمع كعادته. كويس ان يكون لينا الصلاة عادة، ولا مفروض ما تكونش الصلاة عادة؟ انت معايا؟ يعني وقف واحد وقال الاسبوع القادم هيكون يوم كذا او الاسبوع ده، وكعادتنا ستكون للكنيسة فرصة كرازية. وقف ده قدامي شيخ، قال له يا حضرة الاسيس او يا حضرة الاخ، يجب ان تكون النهضات ليست كعادة. هو حصل خناقة في البتاع. انا بسأل سؤال، كويس ان يكون لنا عادات مقدسة ولا غلط؟ كويس. المسيح دخل المجمع كعادته. تعال اقرا معايا كمان في سفر الاعمال واصحاح 17 على ما اتذكر. يقال عن بولس ايضا متعود من الرب يسوع، فدخل بولس 17 وعدد 2، فدخل بولس اليهم الى المجمع حسب عادتي. الرب يسوع كان عنده عادات مقدسة كإنسان، وشيء جميل اني ابقى عندي عادة اني كل يوم الصبح مثلا اول ما اصحى اصطبح بوش. انت بتكره تصطبح بوش مين اساسا؟ يعني بامانة كده بتقول يا رب ما اصطبح بوش مين؟ بامانة في مزمور 17 يقول اشبع اذا استيقظت بشبك. في ترنيمة جديدة ألفها أخويا أيمن كفروني ولحنها ورنمها معاه أخونا زياد لما كنا في لبنان، بيقول فيها أيمن بخفى وأنا عم فكر فيك واصحى وقدامي بلاقيك. يعني كأني صارت عادة قبل ما نام أنا بصلي وبخلي فكري. على فكرة الكلمة الله بتأثر فينا وإحنا صحين ولا وإحنا نايمين. مش في تثنية 6 بتقول تحفظك وأنت نائم؟ يعني حتى وانت نايم لما تبقى عندك عادة ان آخر حاجة تعملها في الليل قبل ما تنام انك قعدت معه وشفت وشه، هتلاقي أحلامك أحلام جميلة، وهتصحى الصبح يوم جميل تصطبح بوش الرب حسب عادتي. والمهم الأكتر أن نعود ولادنا وبناتنا أن يكون هذا الأمر عادة. يعني أعرف في مصر عيلتين مشهورين في الكنيسة، عيلة قالوا احنا هنكبر ولادنا وبناتنا يكونوا معنا في الكنيسة لغاية ما يوصلوا سنة 18 هم يختاروا. اب تاني برضو من الكنيسة قال لا، انا هدي الولد حرية من سنه، يوم يحب يروح الكنيسة يروح، ما يروحش مش هكبره عشان ما يتعقدش. ودول عيلتين كبار انا اعرفهم شخصيا، اللي عود عياله على الكنيسة والصلاة كعادته اغلب او يمكن كل اولاده اغلب احفاده خدام مش مؤمنين بس. وللاسف الشديد التاني اللي تهيأ له من الحريه، مسؤوليتنا ان نربي عيالنا وان نعطي لعيالنا انهم منذ الطفوليه يعرفوا الكتب المقدسه القادره ان تحكمه. فدخل المجمع كعادته، وبعدين للاسف كانت عيونهم شاخصه اليه ضيقا وغدرا، وقال لهم تم المكتوب فيما سمعكم. والمسيح قال أنا لم أتي لأنقض بل أتمم. وكانوا رغم أنهم كانوا متضايقين منه وكانوا يتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه وبهتوا من تعليمه لأنه كلامه كان بسلطان. وكلمهم عن النعمة، جاب لهم سيرة نعمان السورياني الوحيد اللي طهر في العهد القديم
وما كانش يهودي، كان أممي. والمسيح ذكر أرملة صفة صيدا اللي هي كانت أممية ورح لها إليا. بمعنى لو أنت جاي، أنا هقول دي وهدخل في مسحة الرب، وده الموضوع اللي مثقل بيه وما يكون مختصر. لو أنت جاي وحاسس أن أنا مسيحي وأبويا مسيحي وجدي كذا، أنت مش محتاج للنعمة. ولأنك مش محتاج للنعمة مش هتنال بركة. حد يعرف إيه الفرق بين النعمة والرحمة؟ حد يعني يا رب ارحمني، يا رب انعم علي. إيه الفرق بين النعمة والرحمة؟ الرحمة هي إن ربنا ما يدينيش اللي استحقه، استحق الهلاك، بقول له ارحمني يا رب أنا الخاطي فينجيني. الرحمة تديني غفران الخطايا، يقول لي أنت كنت هتهلك أنا هرحمك وأغفر خطاياك. أما النعمة فتديني اللي أنا ما استاهلهوش. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم. صدقوني النهاردة الصبح كان عندنا فرصة الصلاة مع الأسيس جرجس والأخ زياد، وحضرت الاجتماع النهاردة أنا شاعر أن إحنا في نعمة ما بعدها نعمة. ترنيم النهاردة أكاد ألمس الرب يسوع، أكاد أراه بالعيان. دي نعمة على فكرة، نحن لا نستحق. زمان ملكة سبا قالت يا بخت، قالت لسليمان يا بخت اللي واقفين قدامك، والرب يسوع قال هو ذا أعظم من سليمان. هنا نعمة غنية اتجهت ليا، فكت نفسي من العبودية. أتمنى وانت أنا لما أجي للرب أخبارك إيه مع ربنا؟ أنا بكلم المصريين دلوقتي أكتر، من خلفية مصرية، يمكن عراقيين مش بيقولوا كده أو السوريين أو الفلسطينيين. أخبارك إيه مع ربنا؟ يقول لي كويس مش وحش. أيوة يعني بعد عمران طويل لو انتهت حياتك تروح السماء؟ يقول لي تعرف الأخ جمال؟ مين جمال ده؟ يقول لي جمال اللي فاتح كنيسة في بيته. ها يا سلام، أنا أعرفه طبعا، ابن عمي. يعني هو متهيئ له ان الاخ جمال ده طالما ابن عمه ان هو من حقه يوصل السماء، ملوش دخل الموضوع. عارف الاخت سنية مثلا؟ مصريين بكلم. مثلا الاخت سنية مين؟ انا الاخت، الاخت اللي عامله اجتماع صلاه اللي دي. ايوه دي مرات ابن خال ابويا. انا وانت لا نستحق اي شيء، لكن بنجيله بالنعمه زي ما المراه الفينيقيه قالت له نعم يا رب، والكلاب أيضا تأكل من الفتاة الساقط، قال لها عظيم إيمانك. الرب ونعمته. تكلم على نعمان السورياني اللي ما كانش يستاهل، وتكلم عن امرأة صرف الصيدة اللي ما كانش يستاهل. لو انت وانا النهاردة حاسين بان انا ما استاهلش، المعمدان افضل المولودين من النساء، لست استحق ان أحمل حذاءه أو أحل سيور حذاءه. الرب ونعمته. كلم كلمة عن هذه المسحة العظيمة اللي تنفع لسلسلة اجتماعات. طبعا مسحة الرب يسوع عبارة عن مسحة سباعية مكتوبة في أشعياء 61 تغطي كل أوجه الحياة. هتكلم النهاردة وصلي من كل قلبي أنت وانت وانا وكل واحد الرب يديله بركة من خلال هذه المسحة. قول أمين. أول حاجة، الروح السيد الرب علي لأنه مسحني، واحد لأبشر المساكين. أبشر يعني أقول الخبر السار، بشارة. بس مين اللي يتبشر؟ المساكين. آخر وعظة وعظتها في القاهرة أول امبارح بالليل كنت بوعظ عن ملاك كنيسة لودوكية، وبيقول له انك تقول اني انا غني وقد استغنيت وليس لي حاجة الى شيء، ولست تعلم انك انت الشقي والبائس والفقير والاعمى والعريان. تخيل، وقلت هذا الكلام وكنا على الكرمة برضو، فالمشاهدين ممكن يقولوا بيكرر، بس انا بقول لك الكتاب
مربوط ببعض. الرب بيطوب المساكين. مين المساكين؟ المساكين اللي هم ما عندهمش الخطايا المستترة. ما هي الخطايا المستترة؟ الخطايا المستترة هي الادعاء، يعني واحد يتخيل انه ضابط مرور في مصر، ما عرفش عندكم في بلادكم كده، هو راجل مش ضابط ولا حاجة، ويقف يقف العربيات، انت قاعد كده يا حرام مجنون يعني بيهزي، ويوقف العربيات ومرات اقفله في واحد في الشارع بتاع تمام، اقول له تمام يا فندم، هو بيتهيألو انه ضابط، وانت واقف كده ليه؟ مدعي مجنون، هو مدعي انه ضابط ومدعي. تخيل واحد مدعي انه لابس افضل بدلة ايطالي مش عارف نوعها ايه، وهو واقف في الشارع عريان. هذا ما يقوله المسيح لكل الناس اللي حافظين معلومات كتيرة في الوعظ فمش حاسين انهم مساكين، ولما نوجه دعوة للقبول المسيح بيقعد يتفرج ويعد وهو حاسس، يقول ياه لو فلان كان موجود كان مفروض يتوب، وهو نفسه اول واحد في نظر ربنا في خمس مصايب، شقي وبائس واعمى وفقير وعريان. طوبى للمساكين بالروح، اول مسحه بشاره للمساكين. مين المساكين؟ يقول في سفر اشعياء الى هذا انظر الى المسكين والمنسحق الروح. المسكين اللي حاسس انه ما يستاهلش، نفس فكره النعمه بتتكرر. صدقني اخويا المشاهد اللي بتشاهدني في اي مكان في العالم، انا شخصيا لا استاهل ان احمل كلمه المسيح، وانا راكع بقول له يا رب انت اخترتنا عشان نقول كلامك واحنا اضعف من نقول، بس عايزين عمل الروح القدس. قول امين. اللي انا عايز اقوله لك، انت يمكن ما تزعلش مني، احساسك انك انت افضل، انك انت عارف، انك انت حافظ، انك انت عيلتك كبيره مسيحيه، اني كذا اني كذا، ده عطلك من بركات كتيره. اخلع الثوب بتاع بارتيماوس. لما قالوا لبارتيماوس تعالى يا بارتيماوس، كان لابس ثوب بتاع حاطط فيه الفلوس اللي كده، فطرح الرداء وجرى الى يسوع. رداء التدين، رداء المعلومات الفكرية، العلم ينفخ أما المحبة فهي تبني. أرجوك أرجوك قل له رب أنا مسكين. التطويبات اللي في سفر إنجيل متى في الموعظة على الجبل، أولها طوبة لإيه؟ للمساكين بالروح. يا رب النهاردة تعرف هذه المسحة. يا بخت أنا جاي في مسحتي واحد أبشر المساكين. اثنين، المسحة الثانية، المسيح أشفي المنكسري القلوب. فرق كبير بين الدكتور النفساني السيكاتري اللي بيحاول يقدم دواء للمرضى النفسيين، وبهذه المناسبة طبعا أنا بحترم الطب جدا وأنا طبيب بشري، ولكن في بلادنا والشرق الأوسط بياخدوا مخدرات كده عيني عينك، بانجو، حشيش، ترامادول، أنواع من الحاجات. من لسه كنا في قرية ووجهنا دعوة، فالشباب طلع المخدرات قطع كده زيادة وأدوية معرفهاش ورموها. المهم جمعتهم وحطيتهم فوق في الدولاب، يعني اسمه خزانة بالمصري، وحطيته في خزانة ونمت ونسيت. صحيت تاني يوم لقيت كم مخدرات كده بالله، قلت ايه ده؟ ناديت على الاخ المسؤول بالكنيسة بسرعة تعالى نحرق الحاجات دي. انتوا هنا اغلب الناس المدمنين، اسمع الكلام، اغلب المدمنين بيبقوا مدمنين على ادوية دكتور سيكاتري، وهذا نوع من الادمان الرهيب جدا، والدكتور اللي بيديك الدواء عارف. وكل الاطباء في نورث امريكا اللي بقابلهم بيقولوا انت بتوعظ عن بتقول هيروين، وما فيش هيروين كتير، وما فيش كوكايين، وما فيش الكلام ده. عندنا
بيروحوا للدكتور وبالصداقة مع الفاميلي دكتور بيديهم أدوية هي زي دي وعايشين عليها. عايز أقولك الدكتور بتاع الأمراض النفسية عمره ما يقدر يكتب إلا طبيب الأمراض النفسية، لا يوجد إلا دكتور واحد وحيد. أنا أقولك دي حتى ممكن أختم وعظتي لأن مش لازم أكمل كل حاجة. دكتور واحد وحيد اسمه طبيب القلب المكسور، هو شخص الرب يسوع المسيح. شفته في مواقف في حياتي وفي مواقف آخرين كنت بقول فلان ده قلبه اتكسر مش هيتصلح، بس عارف لأن الدكتور يسوع المسيح مر عليه قلبها المكسور صار موقف الكسر. عارفين بعض العظام لما تتكسر وتتجبر بتبقى أقوى من اللي ما تكسرش، ده كانت العظام يعرفوا كده. أنا بستغرب إزاي السامرية اللي عاشت مع 5 رجال أزواج وبعدين عاشت مع كم واحد ما تعرف؟ لا مش واحد، هو اللي كان معاها لكن لم يذكر الكتاب الذي لك الآن ليس هو زوجك. قول 100-200-300 راجل، كيف لهذه المرأة انها تقف امام الناس دولهم؟ يا جماعة هم عارفينها انها يعني عايشة في النجاسة، يا جماعة انا انسانة ضيعة وكنت وسويت وفي شخص اسمه يسوع قال لي شفلها قلبها المكسور. رب يسوع له المجد لما بيدخل في زيارة للصعيد من شهرين يمكن بيشوفوني يا رب في مدينة كده في الصعيد تبع محافظة المنيا اسمها دير المواس. فمعدي أنا قالوا لي ده الأخت نعمة فقدت ولدها في الجيش، ولد قديس فقدت ولدها ومات في على دبابة وروح صلوا عزيها. فطبعا كان اليوم التاني من بعد الدفنة تاني يوم رحت دنيا جنازة فأنا ساكت طبعا وزعلان. الواد عرفه واد مؤمن وخادم جميل ولا هي أنا سكت كده. فبصت لي قالت لي ورجالة حاضرين بتاع صعيد قالت لي يا زكريا أنت زعلان ولا إيه؟ أنا عارف أنكم هتصدقوني. قلت له طبعا زعلان. قالت لي بس أنا فرحانة، أنا ممكن تقول أنا متعزية فاهم لكن تقول فرحانة دي كلمة. فكان جنبي شاب اسمه مقبل، قلت له مقبل هي قالت ايه؟ قالت فرحانه. انا خفت يكون يعني فاهم. قول لها يا اخت نعمه حضرتك قصدك انت متعزيه؟ قالت لا انا قصدي انا فرحانه. انا اتغصت فرحانه ازاي يا اخت نعمه لما الواد مات واتدفن؟ قالت لي ايوه انا عندي ولدين وهم حامل في بطني. قلت لهم يا رب يسوع دول يروحوا السماء، ما يروحوش اي حته غير السماء، يخدموك ويروحوا السماء. ماليش طلب انهم يكونوا دكاتره صاير، انا املي ان دول كذا ان دول يبقوا خدام ليك. واحد منهم امبارح وصل استجاب ربنا الصلاه ووصل السماء. ابقى فرحانه ولا مش فرحانه؟ هتوصل كده. قلت الحاجات دي ما يعملهاش الا شخص واحد اسمه الرب يسوع. اسمع الايه الحلوه دي، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. عارف ليه يسوع المسيح وحده هو طبيب القلب المكسور؟ روح السيد الرب علي لأنه مسحني أرسلني لأبشر المساكين لأشفي المنكسري القلوب. علشان هو عند الصليب صرخ وقال العار قد كسر قلبي. آمين. فاكر بقى الآية، فمرضت انتظرت رقة فلم أجد ومعزين فلم تكن. هو على الصليب قلبه اتكسر. علشان كده انت، انا ما اعرفش في جروح وعايز اقول حاجة، اوعى تعتمد على الكونسلر بتوع العائلة اللي هم بتوع علم النفس. اذا كان في كونسلر متدربين من الكنيسة القسيس ولا كده ماشي، بس يشهد الرب يسوع المسيح. الكونسلر اللي هم بتوع علم النفس تحت الاسم المسيحي
بتروحي له تقولي له انا متضايقه من جوزي، يقول لك احكي لي احكي لي حصل لك ايه زمان وبتاع وابوك وجدك والحاجات اللي هو فهم. وبعدين هيقول لك اول حاجه سيبيه، انا بكلمك باخلاص، انا خادم بلف في العالم، كم يحزن قلبي على خراب البيوت تحت اسماء ما يسمى مشورة مسيحية تتبع لعلم النفس. خلي بالك البعض مش فاهمني، البعض بيعتقد ان انا ضد مثلا القسيس يصلي للبيت، لا، الزوج والزوجة يروحوا للقسيس ككونسلر بركة، كشيخ في الكنيسة، كأخت فاضلة في الكنيسة، انا مش ضد ده. لكن اللي انا بتكلم منه واللي شايف منه مصايب هو انه بيستخدموا علم النفس، نفس نظريات علم النفس، نفسانيون لا روح فيهم يقول الكتاب، يستخدموا علم النفس وعلم الاجتماع. اغلب اللي عملوا علم النفس ماتوا منتحرين او ماتوا ملحدين او ماتوا بيقولوا ربنا عنده بارونية، يعني حللوا شخصية الله في سفر ايوب وقالوا عن الله ده راجل. فكيف اتبع هذه النظريات علشان اتبع المسيح؟ يلي رحت للدكتور للمشير النفساني وقال لك سيبيه، تعالي ليسوع المسيح النهاردة هيلم لك بيتك، قولي امين. زعلانين؟ زعلانين يسوع هيصلح البيت؟ زعلانين الدكتور يسوع المسيح هيصلح؟ فرق كبير بين ان الرب يسوع يكون هو الاساس في البيت، ثم مين ليه يدخل هو الراجل ده بيني وبين مراتي اساسا؟ ايه ده دخله ليه؟ اخت فاضله راحت للمستشارين دول بتوع علم النفس، فقالت لهم جوزي بيقول لي هاجر وانا عايز اقعد اعمل ايه؟ قالت لي اول كلمه قالوها لي سيبيه. فردت عليهم قالت لهم طيب بس انا عارفه ان المسيح بيقول ايها النساء اخضعنا لرجالكن. قالوا لها صح بس دي مشروطه. مشروطه بايه؟ قالوا لها مشروطه بإن أيها الرجال أحبوا نساءكم كما حب المسيح الكنيسة. هل جوزك مات لأجلك؟ قالت له لا ما ماتش لأجلك. قالها خلاص ما تطعهوش. فأنا طبعا قاعد أتفرج، قلت لها وانت بتقول لي أسماء كبيرة، سوري يعني من الأسماء اللامعة بتاع علم النفس اللي بتيجي على التلفزيونات، فقلت لها وعملت إيه؟ قالت لي طبعا طعت جوزي ودينا في أحلى حياة. قلت لها عملت كده ليه؟ ما سمحتش كلام المشير ده ليه؟ قالت لي علشان ولا كلمة من كلام الإنجيل ومن كلام الرب يسوع تقع على الأرض. أنا النهاردة عايز أقول لك الرب يسوع المسيح هو المشير الحقيقي، يقول أمين، يدعون اسمه مشيرا قديرا أبا أبديا رئيس السلام. تعرفي لو أنت وجوزك، انا ما اعرفش ايه اللي حولني الموضوع ده بس انا ماشي زي ما اقول، تعرف لو انت وجوزك رحت المخدع وقلت له يا دكتور يسوع المسيح احنا هنحكي لك، مش كده وفي مشيرين بياخدوا الراجل لوحده والست لوحدها وحاجات كده، فانا احكي لك انا كذا كذا وهو يحكي، ويجي الرب يسوع يحضنكم ويحضن العيال، هللويا، والبيت يكون للمسيح. قول امين يا شيخ. انا بامانه ما مجهز حاجه بس اكيد الرب بيرد عليك وعليها. قول امين ليبعد هذا الشيطان عن بيوتنا تماما. قول امين. اقول اما انا وبيتي فايه؟ يسوع المسيح هو طبيب القلب المكسور. ما تقوليش اصله اهني، ما تقولش اصله اهنتني، تعال للمسيح وهو مجروح من اجلي معاصينا وبجراحاته يشفي جراحاتنا ويعودنا. أعودكم عن السنين التي أكلها سني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، والعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين للحرية. عايز أفرق ما بين النقطة الثالثة في المسحة والنقطة الخامسة. أنتوا حافظين الآية ولا لا؟ يلا روح السيد الرب علي لأنه مسحني. واحد، أبشر المساكين. اثنين، أشفي المنكسر القلوب. ثلاثة، أنادي للمأسورين بالإطلاق. أربعة،
العمي بالبصر 5 أرسل المنسحقين للحرية. عايز أعمل تفريق، ما الفرق ما بين أن ينادي للمأسورين بالإطلاق وأن يرسل المنسحقين للحرية؟ أن ينادي للمأسورين بالإطلاق ده هيحررك من الشخص اللي أسرك. تخيل بنت مسيحية أو يزيدية أو ممسوكة في يد داعش في سوريا مثلا، وحصل معجزة إن جت طيارة ولا جت حاجة وراحت واخدها من يد، زي ما بتشوف في التلفزيون البنات اللي بتعترف اللي حصل معها، وانقذها من هذا الناس الشياطين اللي سابينا قد ايه. بس تعرف داعش ده هو المعبر البسيط عن من قال عنه المسيح ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. لنادي للمأسورين بالإطلاق، احنا اللي موجودين في القاعة دي، اسمع الكلام، انت يا المسيح سبيك بحبه يا الشيطان مسيطر عليك، حتى لو مسيحية حتى 100 صليب على ايدك. افهم كلام ربنا. هتقول لي طب اعرف منين يا اخي زكريا ان انا معصورة للشيطان ولا ملك للمسيح؟ قال المسيح من ثمارهم تعرفونه. اذا انت بتحب المسيح وبتحب القداسة، لان الروح القدس روح قداسة، وبتحب الحب لان الله محبة وثمر البر باين فيك، يبقى انت ملك المسيح. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، بتحب الترنيم وتحب الصلاة وتحب القداسة وتحب العطاء، وروحك في حبيبك يسوع اللي رنم عنه زياد يدك المسقوبة ربي تسبين. إذا أنت بتكذب كذاب، هتقولي لا الكذب ده عادي يا أخي زكريا، فيش حد ما بيكذبش، في حاجة اسمها فيش حد بيكذب، ده أما جميع الكذبة فمصيرهم في البحيرة المتقدة بالنار والإيه والكبريت. لو أنت بتكذب، لو أنت النهاردة عقدنا الرب في الصلاة في اسم الرب يسوع، في الصلاة في الصباح تذكرنا أن الرب يسوع لما دعا 12 تلميذ، اسمع، أعطاهم سلطانا على الأرواح الإيه نجسة بعد كده شريرة للسبعين. لو انت بتحب النجاسة، ايه كلمة نجاسة بالعربي؟ يمكن مش مع انكلين، يعني قذارة الخطية، يعني ايدك واخداك على الافلام الاباحية، يعني بتعتبر ان عينيك لما بتبص هنا وهنا مناظر شريرة ده شيء طبيعي من الثقافة، لما ايديك تاخدك لاماكن قذرة، لما تخون مراتك، لما تكذب، لما تاخد فلوس مش ملكك لان ابليس سالب وحرامي، بتعمل حاجه طبيعيه، انت مسبي لابليس. هقول لك حاجه، قال المسيح السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك، اما انا فقد اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل. انادي للمعصورين، ابليس اسرق. طبعا لما بدأ مش بالسلاسل، بدأ بشوكولاتات، سيجارة، مخدر، شوية خمور، أفلام إباحية، خيانة زوجية، نجاسة، والأمر والأتعس إنه أقنعك بالإلحاد. وأنا بقول لكل الملحدين اللي حاضرين هذا المكان، أنت على رأسي وأنا أقدرك جدا جدا جدا، بس بقول لك ربنا بيقول على اني الملحد غبي. هتزعل مني وهتقول انت فانت ضعيف، لو عندك قوة تناقشني، انا عندي كلمة الله. وبقول لك لو الحادك طلع نسبة 1 في المليون غلط، يعني ان في 1 في المليون ان في ربنا فعلا خلق الكون ده، وان في يسوع المسيح اللي اتصلب ومات، وان عارف ان عندك
احساس وجداني ان الالحاد نفسه غلط، لانه مكتوب لم يستحسنوا ان يبقى الله في معرفتهم. لو طلع ده في الجحيم هتندم الى ابد الابد. الروح الذي يعمل الان في ابناء الايه المعصيه بيحرك شفايفك تقول الكلام اللي قلته. اخي زكريا خصم عني كان الساعه شيطان روع صح، بس بصلح لك كان عمر شيطان. ابليس قد سباك وهو سبيك برضك بتصلي. ايوه يسيبك تصلي وتروح الكنيسه يوم الاحد سواء هنا او اي كنيسه وتدفع عطا فلوس تدفع، بس مسيطر عليك الشيطان. بص يا اخي زكريا، انا بصراحه انا مش في ملك المسيح بس برضه مش ملك الشيطان. يعني ايه؟ يعني ترنيمه عملها ناصر صبح المرنم للاطفال زمان بتقول عين في الضلمه وعين في النور، لا مش ممكن يا شطور، مش ممكن نسلك في الضلمه ونقول احنا اولاد النور. كل املي ان يتكشف لك في هذه الليله ابليس اللي سابيك فتكرهه وقول امين وتقول له يا رب يا رب بمسحتك فكني من هذا العدو. بيجبرك كل الناس اللي بتدخن، كل الناس اللي بتاخد مخدرات بعد فتره كلهم بيعملونا في مصر بنقابل 300 و400 منهم بنوعظهم. ولا واحد مدمن بشكل خاص اللي خلاص ضاعوا صحتهم يقول لك انا عايز استمر مدمن، كلهم يقولوا بدينا فيها هزار بس مش قادرين. يشهد الرب يسوع المسيح اول امبارح ام فاضله جاتني تبكي قالت لي جوز بنتي انت عارفه وانا عارفه فعلا جوز بنتي مدمن امتحان هيروين، كل ما يروح مصحه يرجع تاني، وليهم 5-6 سنين البيت اتبهدلت مع جوزها، فهي سايباها لي سنه ترجع له ولا ما ترجعهلوش. وبتبكي وهي بتحب جوز بنتها بس هو مدمن. قلت لها طب انا ما اعرفش اجاوبك، انا طبعا بقول المسيح ما قالش نسيب ازواجنا حتى لو هم مدمنين، بس قالت لي بس ده بيعتدي عليها وبيبقى مش في وضعه. ابليس لما بيتكلم على أنادي للمأسورين بالإطلاق بيتكلم على الشخص اللي هو إبليس اللي سبيك، إن يعلن في هذا المساء أن يسوع المسيح الوحيد الذي له سلطان أن يفكك. قول أمين بس بشرط، المشكلة مو بشرط إنك تكون بتقدر، لا 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 مش بشرط إنك تكون تدفع 10,000 دولار، لا 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 انك تحضر الكنيسه كل ليله، لا 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 لا. عارف ايه الشرط الوحيد؟ مش هتصدقني بس ده الحقيقه، الشرط الوحيد ان المسيح يفكك من ابليس اللي سباك انك تبقى عايز بس بجد. تذكر بنت في المانيا لما كنا في برلين، بنت المانيه كانت بتحقن هيروين، ولما جت سالتنا وقدمنا لها الانجيل فقلنا لها روحي مصحة علشان يمكن تاخد هيروين، قالت لا مش هروح مصحة وانا قابلت المسيح مش هاخد هيروين تاني، ولو الهيروين هو الاكسجين مش هشربه تاني. والرب يسوع حررها من غير اي ادوية وجات تخدم معانا شهور، وكنت بشوف ان في حاجات فوق العلم، حاجات فوق الطب. يسوع المسيح لما بيشفيك، انا بقول كلام انا مؤمن بيه يمكن انت مش مصدقه، بيخلق لك خلايا جديده. قول امين. طب هو مش خلق جسم جديد للعازر؟ انت عارف العازر لما مات 4 ايام يعني ايه؟ يعني كل الدم انتهى، الدم بيقص من اول دقيقه بعد ما مات، القلب اتحلل، مفيش حاجه بقت فيه، ده اتنفخ بقى عظم والعظم نفسه باظ من بون مارو، كل حاجه ضاعت، خلقه كامل. هل تؤمن ان يسوع ما زال موجود؟ اسمع ماذا يقول الكتاب. يسوع المسيح، قول معايا، هو امسا واليوم
شرط واحد وحيد أترجاك في اسم المسيح. الشرط انك تقول خلاص انا كرهت العيشة مع الحرامي. طبعا دي عايزة وعظة. ابليس بيسرق ايه؟ بيسرق كل حاجة. ابليس وش النكد بأمانة. ما في بيت في ابليس الا في خناقات، في نجاسة، العيال ضايعة، في لعنات، بيبقى في فلوس بس تبقى ما فيش بركة. السارق لا يأتي الا ليسرق ويعمل ايه؟ ويذبح ويهلك. ايه الفرق بين ان الشيطان بيذبح وان الشيطان بيهلك؟ بيهلك. انتوا معايا ولا طولت؟ صح خلاص ده ايه وخلص. ايه الفرق بين ان الشيطان بيذبح ويهلك؟ الشيطان بيذبح هي لحظات موت الانسان الذي قد سباه ابليس، هي لحظات ذبح. حتى لو ما ماتش مذبوح زي بتوع داعش اللي بيعملوه، لو مات موت ربنا على سريره، ففي اللحظة دي بيتهيأله انه بيتفرج على تلفزيون او بتاع ويلاقي نفسه، ما هو تهيأله بيحلم، يكون مثلا حاضر مسلسل وهو مات. في لحظة الموت دي بيبدأ يبص يلاقي الارض نزل للهاوية، مكان ضلمة ومليان نار والشياطين واخداه ذبح. اما يهلك يعني هيظل الى ابد الابدين في جهنم النار. يا رب كرههم في اللي سبيهم. قول امين. حببهم فيك انت الرب المحرر. امين يا رب. قول معايا الفخ انكسر ونحن انفلتنا، انفلتت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. وانا واقف قدامي عشرات قصص عن لحظات موت البعاد عن الله، بس من كتر ما حكيت وانا كمان على الكرمة هيزهقوا المشاهدين مني. حاجات حصلت معايا. هو هتقول انا شاب صغير، قصة اللي كررتها يمكن 5-6 مرات على الكرمة هكررها مرة العشرة. من 2-3 شهور الواد جاني علشان اصلي لجدة ابوه علشان كبرت في السن، يعني قال لي صليها. ابويا بيقول لك ايه صلي لجدة ابويا تعبت، تعبانه وتعبانه وبتاع، عايزني اروح اصلي انها تموت بامانه. رحت لقيتها اخت اصلاحيه قديسه وصليت يا رب اشفيها وكده. 5 ايام الواد نفسه راكب موتوسيكل ضرب خبط في عربيه نزل ميت. صليت عليه في الكنيسه، كنت بستغرب استغراب، ايه ده ايه ده، الواد جثه وجدة ابوه اللي هو عايزها تموت زي الفل حديد لغايه دلوقتي عايش بامانه. قول معايا 1 ابشر، 2 اشفي المنكسر القلوب، 3 انادي المعصورين بالاطلاق من الشيطان، 4 العمي بالبصر تشوف الحياة الأبدية. أكيد هنتكلم عن تفتيح العيون في الأيام الجاية، بس أحلى حاجة أنك تعرف كل اللي فتح المسيح عينيه أول ما شافوا شافوا جماله الحلو، جمال البهي سبى القلوب، عريس مبارك. حاجة 5 أرسل المنصحقين الحرية. هنا 5 تفرق عن التالتة، أن الناس اللي زلتهم ألعيب الشيطان بقوا أحرار. تخيل واحد بياخد هيروين مثلا، يصحى الصبح مش عايز يشم ريحة السيجارة اللي كان بياخد فيها الحشيش. أنا لما حررني الرب وما زال يغير فيها، لما بلاقي إن أنا اتفكيت عارف بشعر عايز أقول له شكرا. ترنيمة القديمة اللي بتقول أنشد نشيد الحرية والعتق من نلت السعادة الأبدية حررني يسوع. المنصحقين شفت بعيني هذا المنظر في مصر، في حتة في القاهرة اسمها مصر الجديدة في شارع اسمه الحجاز، كان في عمارة وقعت، عمارة وقعت، وبالصدفة أنا كنت ماشي بالعربية بعدها فكانوا بيشيلوا الأنقاض، هم بيشيلوا الأنقاض، خلي بالك. شفت ناس منصحقين صحقتهم العمارة، منظر أنا طبيب بشري وشفنا في المشارع حاجات كتير،
بس اكتر مره شفت ناس زي الفطيره، عارف العظم يعني اهو، في ناس وهي عايشه من غير العماره متوقع عليهم مخدرات، مشاكل البيوت سحقتهم. انا بقعد افكر زي مجنون كره جدرين، الشياطين اللي فيه موتت 2000 خنزير. بقعد انا والشاب بيحكي لي او البنت بتحكي لي وحصل فيا كذا وسلمت نفسي الكذا، وانا جواها طب والبنت يا مسكينه شايله كل ده قد ايه، ده حياتك. وعلشان كده الناس بتوع العالم دايما اغانيهم عن العذاب والدمار والحزن والعذاب، بيحبوا يدغنوا كده وعذاب ونار. ليه؟ لانه بيجي على الوتر، هو منصحك لما احكي لك تاريخ حياته في الخطيه والخيانه والضياع تحس انه اتبطط من كتر الضيقات اللي مرت فيه بسبب الخطيه برضه. لا انا مظلوم. شوفوا انا بخدم ليا 33 سنه، للاسف ما عدتش مع واحد بس قال لي انا ظالم. كل الناس انا مظلوم يا خلك يا عم ماشي، بس في حد ظلم، انت كمان ظلمت. حاجة الستة اكرز بسنة الرب المقبولة، من يوم ما جاء المسيح ليوم ما جاءه التاني، الفترة دي اسمها سنة الرب الايه المقبولة، في هذا اليوم سنة الرب المقبولة. المسيح توى السفر ولم يقرأ الجزء السابع من الإرسالية، وهو وبيوم انتقام لإلهنا، لأنه قال أنا لم آتي لأدين بل لأخلص. مش معنى كده أن ما فيش يوم الدينونة، في يوم الدينونة. صلاتي في هذه الليلة المشاهدين الكرمة أو الحضارات الحاضرين، الرب يسوع حزر ماضي. أنا بصلي يا أنت ملك الشيطان يا ملك المسيح، يا أنت عبد يا أنت حر. المشكلة أنك مش مسكين، مش حاسس باحتياجك. لما يجي زياد بعد دقايق ويصلي وهنركع في هذا المكان، هطلب من الأسيس كيركس أن يجي يصلي لأجلنا، وهطلب من الناس إخوة أخوات خدام كونسلر حقيقيين بتوع صلاة مش بتوع حاجات تانية يجي يصلي معنا. إزاي أنت ما تزعلش مني آخر كلمة أولى، وأنت عارفة أنك لسه عبد الإبليس، ليه تطلع من المكان ده زي ما مين كسبان يعني؟ هتقولي بس انا يا اخي زكريا بخجل اركع قدام. ما تركعش قدام، اركع في المكان، ما تركعش خالص، اقف صلي في سرك. ايه رايك بقى؟ ما توقفش خالص، صلي في عربيتك وانت مروح. احنا مش هدفنا مش معاملين شو، احنا عايزين نقول لك الرب يسوع دعيك للحريه النهارده، قول امين. تعالوا نحن رؤوسنا في صلاه للرب، قول له يا رب انا بقبل هذه المسحه يا رب. فضل يا اخي زياد، انا بقبل هذه المسحه يا رب. يا رب يا رب انا مذنب، انا مذنب يا رب. اطلق المذنبين الى الحريه يا رب، انا منصحك يا رب. هناك المعذورين بالاطلاق وارسل المنصحكين الى الحريه، يحررك من السابي ويحررك من نتيجة السبي. دي النقطة، يعني بيعالجك الشخص نفسه اللي سبيك بيحررك منه، والمصايب أو الجروح اللي عملتها فيك الخطية يشفيك منها أنت وبيتك. طب عايز ايه تاني؟ أصلا أنا الكلام ده مش علي. خلاص يا عم أنت مش مسكين، أنت لو دوكي ما تزعلش، بس قول له يا رب أنا محتاج ده، أنا محتاجة تغيير يا رب. يا أحبائي أشعر بحضور المسيح كما يكاد يكون ملموس من بداية الاجتماع مش في الوعظة، وأثق أن في نفوس جديدة جاية للرب الليلة، أقول أمين. يا رب حرر يا رب، أعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة في اسم الرب يسوع، سلطانا على كل أرواح بتمنع الناس من المجيء يا رب. نحن نعلن سلطانك في هذه الليلة يا رب، سواء يا رب اللي في القاعة أو في الدائرة التلفزيونية أو على الشاشات. يا رب ليكن يوم حرية حقيقية
بشخصك يا رب حسب انت قلت دي مسحتك يا رب. هنسمع مع اخويا زياد الترنيمه دي. الرب قريب لمن يدعو، ليس بعيدا كما زعموا، ليس غريبا عن كل ما قاسوا، فهو الذي دعا جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل، ليمسح دمعة عن كل قلب حزين. أولم يعيش عارفا أما تألم مجربا، أولم يقوم واغبا لنا الحياة، كان محبا للعشرين ملازما للصيادين ساترا لخاطئين مثلي أنا. الرب قريب لمن يدعو، لمن يدعو، ليس بعيدا كما زعموا، ليس غريبا عن كل ما قاسوا، فهو الذي دعا جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل، ليمسح دمعة عن كل قلب حزين، فكيف لا أثق به، أشك في حبه رب الذي أحبني إلى الممات، فكيف لا أثق به، أشك في حبه رب الذي أحبني إلى الممات. الرب قريب لمن يدعو، ليس بعيدا كما زعموا، ليس غريبا عن كل ما قاسوه، فهو الذي دعا جميع المتعبين، يتعبين يريحهم من حمل ثقيل، ليمسح دمعة عن كل قلب الرب قال انه يشفي المنكسر القلوب، الرب قال انه يرسل المنسحقين الى الحرية، الرب قال انه بيفك كل الناس اللي سبهم ابليس. واجي دعوة في هذه الدقائق لكل اسرة، ان كان اسرة بالكامل تحب تيجي عشان نصلي لاجلها والرب يحفظ البيت لمجد المسيح، ان كان فرد، ان كان واحد او واحدة، قوم من مكانك وتعالى صلي. وانت قايم قول له يا رب انا عايز ابقى ملكك بالكامل بالكامل يا رب، ابليس ما ماتش لاجلي، انا بديك حياتي في اسم الرب يسوع. هطلب من اخويا زياد ترنيمه بتقول اشفيني من كل ضعف فيا، لاني اشفي المنكسر القلوب، اشفيني من الشهوه والخطيه. انا بدعو كل واحد صادق في هذه الليله عارف انه لسه منسحق، لسه مقصور في يد ابليس، تعالى صلي معنا، اترك مكانك وتعالى صلي معنا، قول له يا رب ابدا معاك، محتاج هذه المسحه يا رب،
محتاج ملء الروح القدس في اسم الرب يسوع. محتاجة تغيير يا رب. محتاج ان اكون ملكك. محتاج ان اكون ملكك يا رب. تعال صلي معانا وقوله انا راجع لك من قلبي يا رب. ومش هرضى باللون الرمادي ابدا. بالكامل يا رب. انا ملكك يا رب. عند صليبك اعلن ملكيتك على حياتي. اترك مكانك وتعال صلي. واكيد اليوم ده يوم خلاص في اسم الرب يسوع. يوم ملء بالروح القدس. انا واثق الناس اللي راكعين في اسم المسيح مش بس هيكونوا ملك المسيح، كمان هم يتملوا بالروح القدس ويكونوا بركة لعائلاتهم لبلادهم في اسم الرب يسوع. لكندا بالكامل في اسم الرب يسوع. اشفيني اشفيني من كل ضعف فيا. لو حاجة رابطة رجليك قول في اسم الرب يسوع وقوم تعالى صلي معايا. ما تقبلش الخجل اللي يمنعك انك تصلي. ما تقبلش اي معطل يمنعك على انك تبدأ حياة مع الرب يسوع. لمسة شفاء، لمسة حياة، تشفيني بإيدك. أنت الإله، أنا عندي إيمان، تشفيني الآن. لو هلمس ثوبك أنت الحنان. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك. أنت الإله، أنا عندي إله، تشفيني الآن. لو هلمس ثوبك أنت الحنان. اشفيني من كل ضعف فيا. اشفيني من الشهوة والخطية. اشفيني محتاج لك يا تبيا. اشفيني يا يسوع. اشفيني.
جميل نحن نعلن شفاء الرب يسوع المسيح، مش تأثيرات عاطفية حاشة أو نفسية، لكن نعلن قوة المسيح القادرة على التحرير الكامل من هذا العدو الرديء يا رب، لتفك كل نفس في اسم الرب يسوع المسيح، ويكونوا يا رب مرتبطين بشخصك أنت الفادي يا رب. حبك يا رب يزبل القلوب وليس هذا العدو الرديء في اسم الرب يسوع المسيح. قبل ما يكون لنا دقايق للصلاة هطلب حاجتين. الحاجة الأولى، إذا في حد يحب ينضم لينا، يعني فرحت بشاب جاي في آخر الترنيمة جاي كده حسيت بالروح القدس إنه هيبقى خادم للرب، أنا مش بتخيل بس حسيته إنه يعني تفحرر كده، حسيته إنه المسيح حضنه، شفت بالإيمان. وأنا بقول إن في ناس لسه قاعدة يمكن مكسوفة يمكن رجليها مربوطة، فتعال دوس على الإبليس قول في اسم الرب يسوع بدوس على كل معطل، أنا هبقى للمسيح أسكب طيبي عند قدمي كما فعلت مريم وسكبت خروطة الطيب. الحاجة التانية هطلب ترنيمة تاني أخيرة مع أخويا زياد اللي بتقول أنا محتاج لمسة روحك، وقولها معايا من قلبك. وإذا تحب تصلي معانا في نفس الوقت، في كونسلر روحيين متدربين مصلين وصايمين لهم وقت، لو انت عايز حد يكون بيصلي معاك وانت قاعده ممكن تساعدك الاختنا، او انت عايز حد ممكن اخوك يساعد اخويا الاخ يساعدك، لو مش عايز ما حدش هيجي يعمل لك انترابشن ما تخافش مش حاجه ابدا، لكن لو انت محتاج مساعده حد يصلي معاك وانت راكع هتلاقي ناس يصلوا معاك. انا محتاج لمسه روحك، انا محتاج لمسه روحك تغيرني، وانا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، انا محتاج لمسة روحك تغيرني. تعالى تعالى خد اللمسة دي النهاردة ابدأ، وانا محتاج يا يسوع دمك، اتركي مكانك وتعالي في اسم الرب يسوع. امين. وانا لما هاجي واشوفك أشوف إسم على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وأنا لما هاجي وأشوفك أشوف إسم على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عسيني، أنا جاي خاطبيني وشفيني، المسني بسلطانك، المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني، أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطبيني وشفيني، المسني بسلطانك زياد انه يقترع علينا صلاة نصليها بصوت عالي، وهنصلي وراه بس مش كعادة. الرب يسوع المسيح صلي معايا الرب في المكان. احبائي يا رب كنا بنصلي بالترنيمة نقول اعلن سلطانك، المسني بسلطانك. كان بيكلمنا الرب اذا كنت غير محتاج، اذا كنت غني وقد استغنيت انت هتخسر، لكن اليوم اذا كنت في الصفوف الامامية راكع، وان كنت في جلس مكانك وراكع، واذا كنت على الشاشة وراكع بتشاهدنا، تعال الرب يريد ان يحصدك، ان يعطيك حياة وحياة ابدية. صلي هذه الكلمات بقوة من كل قلبك ان كنت تحتاج، مش طلصة مش كلمات من عيدها فقط، لكن كلمات من القلب، اصرخ للرب. صلي معي بصوت عالي، لا تخجل من الرب، لا تخجل بخطاياك، كل خطأ احبائي والمسيح دمه يغطينا وسلطانه يحررنا. اصرخ معي، فالرب الان موجود لخلاص نفسك.
يا رب يسوع، يا رب يسوع أشكرك لأنك أنت الذبيح عني، أشكرك أنت الذبيح عني، أنت مخلص العالم، أنت مخلص العالم، خلصني، خلصني. مش قادر أخلص نفسي، خلصني من كل خطية، خلصني من كل خطية، غطيني بدمك الثمين، غطيني بدمك الثمين، غسلني يا رب من كل خطاياي، غسلني من كل خطاياي، جاي بتوبة أمامك، جاي بتوبة، أرجع إليك، أرجع إليك، ترجع إلي، ترجع إلي، يسكن المجد حياتي، يسكن المجد حياتي، لن أعود للماضي، لن أعود للماضي، لن أعود للخطية، لن أعود للخطية، يا رب سجل اسمي الآن، اكتب اسمي في سفر الحياة، اكتب في سفر الحياة في اسم الرب، أريد أن أعيش بعزم القلب شخصك، أعيش بعزم القلب لشخصك، من الآن أنا ابن لله، من الآن أنا ابن لله، اقبلني، اقبلني على حساب الدم الثمين، على حساب دم يسوع المسيح، بسلطانك حررني، بسلطانك حررني، واملأني بالروح، املأني بروحك، استلم قلبي وحياتي، استلم قلبي وحياتي، اسكن بيتي، اسكن بيتي، من دلوقتي أنا ليك، من دلوقتي أنا ليك، وأنت ليا، وأنت ليا، وإحنا الاثنين واحد، أصلي في اسمك الحي، أصلي في اسم يسوع الحي، اسم يسوع، اسم يسوع، لك كل المجد، هللويا هللويا. خلينا راكعين اللحظات دي، نواصل الصلاة دقيقتين ثلاثة قبل ما نختم على أساس كده. إذا حبيت حد يصلي معاك، حبيت حد يصلي معاك، تقدري تطلبي ترفع ايدك او ترفع ايدك، هتلاقي حد يساعدك. اذا عايز تصلي في خلوة مع نفسك ما ترفعش ايدك، استمر صلي في اللحظات الاخيرة. ما زال دعوة اخيرة لكل واحد نفسه نصلي معاه في اخر لحظات، اترك مكانك وتعالى صلي. طيب انا وندمان يتوسل الغفران، خاطي انا وغلطان وبعمري مرضيت. تعال وقف مع بعض احبائي، تعال وقف كلنا مع بعض احبائي، وبكل هدوء بينما الاشرس المسؤولين بيعدوا على الناس فقط اللي راغبين انه يصلوا معاهم، الكونسلرز والاشرس يجوا يصلوا مع الناس، وحتى لو انت مكانك حتى في الصفوف الخلفيه ارفع ايدك بس قول انا محتاج حدا يصلي معي، وراح تلاقي شخص بيقترب منك وبيصلي معك. كلنا نحتاج الى الرب احبائي، الناس اللي تقدمت والناس اللي على الشاشه والناس اللي لسه موجودين امامهم، انا اثق انه ناس موجودين لسه ما طلعوا للامام يحتاجون الرب وبقوه، وبقوه يحتاجون خلاصه من الخطيه وخلاصه وتحريره من عبوديه الابليس، من سطوه الخطيه، وطئة قدم إبليس، ومن العالم وأمور العالم وروح العالم والشرير اللي نتكلم عنه، القتال الكذاب السارق اللي بيهلك، اللي سرق وقتك وحياتك وعمرك ضاع. صلي معي وخليك مركز وانت بتتوب أمام الرب. تايب أنا وندمان بتوسل الغفران، خاطي انا وغلطان وبعمري مرضيتك، سامحني عاللي فات يا ما مرق اوقات افكاري والكلمات، بعرف انا عصيتك، تايب انا وندمان بتوسل الغفران، خاطي انا وغلطان وبعمري مرضيتك، سامحني عاللي فات يا ما مرق اوقات افكاري والكلمات، بعرف انا عصيتك، راجع السر بدمك، بدي تصير علي هاي، امنت وصدقتك انك قادر تمحي كل الماضي، راجع السر بدمك، بدي تصير علي.
من دونك ما في عيش مثل النسر الماله فريش تعبت من كتر التفتيش على معنى الهنا جربت العيش بلاك فكرت بقدر انساك غلطت سامحني بترجاك راجع لك انا راجع لك بس اللي بدمك ما تتصير علي راضي انا مصدقتك انك قادر تمحي كل الماضي راجع لك بس اللي بدمك ما تتصير علي راضي انا العالم تركني مجروح مسلول كثير الروح لغيرك لمين بروح وعندك الحاجات اللي ايدك تبيني احضني يا حبيبي وعزيني انت اللي بدمك شاريني عصليب النجاة العالم تركني مجروح مسدود كثير الروح لغيرك لمين بروح وعندك الحياة مدلي ايدك داويني ضني يا حبيبي وعزيني انت اللي بدمك شاريني عصريب النشاة راجع لك بس اللي بدمك بدي تصير علي راضي امنت وصدقتك انك قادر تمحي كل الفاضي راجع لك بس اللي بدمك بدي تصير علي راضي امنت وصدقتك لي أشعر بحضور الرب بشكل استثنائي في هذه الليلة. أشكر رب يسوع لأجل حضوره وزيارته لينا في تورونتو في كنيسة نهر حياة في هذه الليلة. بجد أنا شايفه موجود بيحرر وبينظف ويفك. هللويا شكرا ليك يا رب شكرا ليك. قبل ما أطلب من الأسيس جرجس يجي علشان يصلي على الأجل كل الناس اللي بدأوا حياة جديدة للرب. احنا اللي راكع واللي واقف بإخلاص عايز أسأل السؤال ده. مين فينا النهاردة بإخلاص شديد قدام الله وهو مروح مش هيعمل زي أهل الناصرة اللي رفضوا المسيح وعايزين بدل ما هم ينزلوا من جبل كبريائهم هم عايزين يرموا من الجبل رفضوه. لكن مين النهاردة بيقبل المسيح وبيقول بداية جديدة في اسم الرب يسوع؟ أشوف إيده مرفوعة مش عيب إني أرفع إيدي فوق قدام الرب وأقول له يا رب أنا بغرق وامسكني النهاردة يا رب. يا جماعة أنا أشعر بحضور الرب يسوع بحقيقي. قول له يا رب امسك إيدي يا رب أنا لو مسكت إيدك هفك يا رب هرجع تاني بس أنت امسكني يا رب أنت حررني. هطلب من أخويا زياد آخر ترنيم قبل ما الأسيس جرجس يصلي. تحرر نعم تشفي نعم مخلصي ذبحت على الصليب رفعت. قولها من قلبك وانت واثق انك وانت مروح في العربية بتاعتك هيكون معاك الرب يسوع. قول امين. صدقني ما بنعمل حاجات شكلية او نفسية حاشا. نحن نعلن حضور الرب يسوع. نحن نتحدث عن حقيقة الرب الحقيقي الحاضر في وسطنا. نعم يحرر. قولها من قلبك وخلص الزبح. تحررنا عن تشفينا عن نعم نعلن إيماننا لن تتغير لن تتغير.
قلبي نعم يا سيدي رب الغدير سلطانه ياتي ويشفي ويحرر يسوع. يا رب أي شخص يا رب كده شعر بلمسة حقيقية وتغيير حقيقي بس خايف أنه يواجه بكرة خايف أنه يرجع باسم الرب يسوع احنا بنعلن إيماننا فأمانتك أنت اللي تحفظ القادر أن تحفظنا أنت غير عسرين يا رب كل شخص فعلا مشتاق وحس بحضورك وتلمس فعلا يا رب وعايز يفضل في هذا الإحساس وفي هذا التغيير أنت وحدك اللي تحفظ أنت يا رب كده اللي تيجي كده وتحيط بكل شخص يا رب كده من كل قلبه مشتاق إنه يعيش لك ثبت أولادك إله كل نعمة قادر أن يثبتنا يكملنا يمكننا يقوينا باسم الرب يسوع احفظ ولادك يا رب انت اللي تحفظ يا رب كل شخص فينا يا رب من مجد الى مجد وما نكون في الارتفاع فقط ولا رجوع للوراء لا رجوع للخطية بندوس على الخطية بالكامل باسم الرب يسوع بندوس على اعمال الشيطان وكل اسر الابليس نعم احنا بنعلن خلاص خلاص باسم يسوع انا للمسيح وهو لي انا لحبيبي وهو لي في اسم يسوع أنت تحفظ كل واحد تحفظ كل أسرة تحفظ أولادنا تحفظ عائلتنا لمجد اسمك من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة أخيرا اسمعنا حينما ندعوك بشكر قائلين أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا جفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مطبيلا لأنك الموت محبة الله الآب ونعمة ربنا يسوع المسيح
وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم. أمين.